الاستقبال. حياكم الله مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية، ونبدأ بأهم العناوين. الهيئة التدني منسوب دجلة والفرات يحرم 6 ملايين عراقي من مياه الشرب وينذر بكارثة مائية. المدى البنتاغون تنفي استهداف رتل أمريكي جنوب العراق. عربي 21 حزب الإصلاح اليمني يحذر من إزاحة الرئيس هادي عن المشهد. العربي الجديد المعسكر المدعوم إيرانيا يلوح بورقة المعارضة لضغط الإخضاع الكاظمي. القدس لبنان النهضة تكلف الغنوشي بالتفاوض حول تشكيل حكومة تونسية جديدة. العرب اللندنية عراقيون يفتتحون موسم الاحتجاج الصيفي على أزمة الكهرباء. الشرق الأوسط إصابات كورونا العالمية تلامس 13 مليونا. قبل أن ننتقل إلى مقالات الصحف، نود تذكير السادة المشاهدين إلى أن قناة رافدين لديها تردد جديد على قمر النايل سات، أو على مدار قمر النايل سات، وهو 10727 الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، وأن معاملة تصحيح الخطأ 5/6، وذلك على مدار القمر النايل سات. لذا يرجى من السادة المشاهدين إدخال الإعدادات الجديدة للتردد الجديد لقناة الرافدين. حول الإدارة المالية الطارئة والقرارات الفورية السريعة التي يمكنها أن تسند الاقتصاد العراقي المتهالك نتيجة حصيلة الفساد والجهل والفشل المتراكم، وتنقذه من الانهيار وتمكنه من عبور الأزمة، والتي تهدف إلى تعظيم موارد الدولة بعيدا عن سياسة تصدير النفط وأساليب الجباية المباشرة، بل عن طريق تعديل آليات وأنظمة عمل الدولة، كتب محمد حميد رشيد في صحيفة المدى. هناك أحياء كبيرة أنشئت بعد وقبل عام 2003 يقطنها عشرات الألوف من العراقيين وتتمتع ببعض الخدمات البلدية، لكنها بنيت تجاوزا من غير موافقات أصولية لأنها أراض زراعية، رغم كونها غير مخدومة زراعيا بعدم توفر حصص مائية وعدم وجود مبازل ومحاطة بمناطق سكنية إلى آخره. قطعت تلك الأراضي الزراعية إلى قطع أراض صغيرة بين 50 مترا إلى 200 متر كحد أقصى، وبيعت إلى المواطنين من قبل أصحاب تلك الأراضي الزراعية ليبنوا عليها سكنا لهم دون سند قانوني لذلك. وتأسست بموجب ذلك أحياء سكنية كبيرة جدا، كلها غير قانونية وغير شرعية وغير مجازة من الدولة، ولكن من العسير أو من المستحيل إزالتها وطرد سكانها، فهم مئات الألوف، وأصبحت حقيقة على الأرض يقطنها مئات العوائل التي لا تمتلك أي بديل سكني، ولا يمكن للدولة في الظروف الحالية إعطاؤهم سكنا بديلا. لذا وانطلاقا من أبوية الدولة ورعايتها لمواطنيها ومساهمة في تخفيف الأزمة السكنية وعدم خلق أزمات اجتماعية أو سكنية أو مالية، يمكن اقتراح وإصدار قانون خاص يتم فيه المصالحة والعفو عن ملاك الأرض الأصليين الذين قاموا بتقطيع تلك الأراضي وبيعها، وكذلك عن السكان الملاك الحاليين بموجب غرامات مالية تدفع إلى الدولة لقاء تلك المصالحة، وهي مبالغ ستكون كبيرة جدا تخدم إيرادات الدولة بشكل مؤثر وتساهم في حل مشكلة عسيرة الحل.
يجب تشجيع الاستثمارات الخاصة العراقية والأجنبية المحدودة والسريعة والتي يمكن أن توفر إيرادات سريعة ومضمونة للدولة وتساهم بذات الوقت في حل بعض المشاكل في الدولة، منها على سبيل المثال للحصر تشجيع بناء المجمعات السكنية البسيطة للمواطنين خصوصا في المناطق المدمرة أو التي تحتاج إلى إعادة إعمار سريع. محافظة نينوى على سبيل المثال مقابل بيع أراضي الدولة المخصصة للسكن، إنشاء مجمعات سكنية كبيرة وبأسعار معقولة وتسهيلات إدارية وبحماية الدولة وإشرافها ومشاركتها. من المدى نذهب إلى صحيفة القدس العربي، وكان فيها مقالا يتكلم عن نقل نفط العراق إلى لبنان عبر سوريا، ما يعني بدء التوجه شرقا رغم أمريكا وقانون قيصرها. مقال كتبه الكاتب عصام نعمان، نستمع إلى جزء منه. كان محكوما على أمريكا ووكلائها أن يتراجعا ويختارا ما يعدانه أهون الشرين، نفط العراق للبنان بدلا من نفط إيران. حلفاء أمريكا الإقليميون امتنعوا عن تقديم أي عون مالي أو اقتصادي لبلد كان لهم دائما ساحة نفوذ ومربط خيل ومرتع متعة قبل أن ينتهي قياده في زعمهم إلى حزب الله وأنصار إيران. تزويد لبنان بالنفط العراقي عبر سوريا يعني بدء التوجه العملي شرقا على الرغم من حصار أمريكا وقانون قيصر وعقوباتها القاسية، كما يعني أن سوريا والعراق سيكرسان فتح الحدود والمعابر بينهما بما فيه خير البلدين وتنشيط عمليات النقل البري بين موانئ البحر المتوسط وبلدان الخليج. السبب الرئيس للتردي وخروج الوضع عن السيطرة في لبنان هو تراجع قدرات الولايات المتحدة وتراجع نفوذها ودورها في منطقة غرب آسيا الممتدة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط غربا إلى شواطئ بحر قزوين شرقا. تراجع قدرات أمريكا وتأثيرها أسباب عدة محلية وإقليمية ودولية. إقليمياً أصبح للولايات المتحدة الأمريكية منافسون مقتدرون سياسياً واقتصادياً وعسكرياً أبرزهم ثلاثة: إيران، تركيا وإسرائيل. فإزاء الكثير من القضايا والتحديات والأزمات أصبح لهؤلاء سياسات ومواقف وتدخلات تتعارض في أحيان كثيرة مع سياسات أمريكا وسلوكياتها على الأرض، ما أدى إلى إضعاف تأثيرها في الدول والمجتمعات المعتبرة تاريخياً مرتبطة بها أو محسوبة عليها. أما في صحيفة العرب اللندنية وجدنا مقالاً للكاتب إبراهيم الزبيدي كان في متنه المقدمات تصنع النتائج، وما حدث في العراق في الأسبوع الماضي مقدمة لمفصل حاد وعميق بين حال وحال آخر مختلف كليا في السياسة والأمن والاقتصاد والسيادة وهيبة الدولة والدستور وسلطة القانون. فرغم أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يكن راغبا ولا عازما على خوض حرب حاسمة وحازمة بالقوة العسكرية الموالية له مع الفصائل المسلحة المتمردة على الدولة، إلا أن تلك الحرب باغتيال الشهيد هشام الهاشمي أصبحت مفروضة عليه وليس أمامه إلا خوضها سواء أرادها أم لم يردها. أما إذا تهاون وتردد وخاف فسوف يسقط. القضاء الذي لم يفعل شيئا بشأن جرائم الاغتيالات السابقة التي تجاوزت 142 شهيدا من علماء الوطن وخبرائه وقادته العسكريين والمدنيين منذ عام 2003 وحتى تشرين أكتوبر من العام الماضي، ولم يفعل شيئا أيضا بشأن الاغتيالات التي حدثت أيام الانتفاضة في ساحة التحرير والخلاني والناصرية والبصرة والحلة والكوت والنجف وكربلاء والتي بلغ عدد شهدائها 600 شهيد رغم بشاعتها وخطورتها وسجل ضد مجهول، لن يفعل أكثر مما فعله في السابق، خصوصا وأن قضاة الهيئة المذكورة يعلمون
أن دراجات بخارية وكواتم صوت أخرى في انتظارهم، فضلا عن غضب حلفائهم قادة الأحزاب الحاكمة التي لا ترحم. ولكن الإيرانيين كما ظهر مؤخرا قد اتخذوا قرارهم النهائي واختاروا المواجهة الحازمة والحاسمة، ليس مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومعاونيه ومستشاريه، إنما مع الجماهير العراقية الناقمة على حكم الميليشيات، ومع الحكومات الإقليمية والدولية التي أعلنت تأييدها للكاظمي ولم تتوقف عن حثه على التخلي عن سياسة المراوحة الناعمة التي لا تنفع مع إيران وميليشياتها المتمردة على سلطة القانون. فالذين اغتالوا الهاشمي معروفون، ربما ليس بالأدلة الجرمية الثابتة القاطعة بعد، ولكن بالقرائن والشهادات وبالتهديدات التي مررت إلى الفقيد عبر أشخاص معروفين وموجودين في مقار الميليشيات أو بحمايتها، وليسوا بعيدين عن عين القضاء ولا عن يديه. ويكرر الكاظمي قوله مرارا وتكرارا أن قبوله التكليف كان من أجل أن يخدم شعبه بثلاثة ملفات، هي اجتثاث الفساد وحصر السلاح بيد الدولة واستعادة سلطة القانون. ومصدر الحرج هنا هو أن هذه الملفات الثلاثة متلازمة لا تقبل الفصل فيما بينها، أي أنها إما أن تتحقق مجتمعة وإما أن تهمل مجتمعة أيضا، مع العلم أن تحقيقها لا يكون إلا بالصدام اللازم والواجب مع السلاح المتمرد ومع الدولة الخارجية التي تديره وتستخدمه. وبخصوص سوريا، وجدنا مقالا في صحيفة العرب الجديد للكاتبة سميرة المسالمة يقول: يستمر صمت السوريين المؤيدين عن نظامهم السياسي على الرغم من أوضاعهم المعيشية البائسة بحكم الأمر الواقع الذي لا يرون سبلا لتغييره داخليا، وذلك نظرا إلى إخفاق الثورة على مدار السنوات التسع في إحداث التغيير المنشود ووقوع ما هم خارج مناطق حكم النظام تحت سلطة شبيهة في استبدادها، والعمل لمصلحة مناصبها على حساب مصلحة السوريين وثورتهم. ويستمر النظام في قهر سوريي الداخل اقتصاديا عبر تجاهله الشروط السياسية المفروضة عليه للخروج من حيز تنفيذ عقوبات قانون قيصر. في الوقت الذي يشق على الناس تأمين قوتهم اليومي داخل سوريا، تخرج أصواتهم المخنوقة غاضبة على الجهات التنفيذية لتوارب حقيقة اعتراضها على استمرار سياسة رأس النظام في تمسكه بالحل العسكري، والتي جعلته رهينة لداعميه الروسي والإيراني داخليا، حيث سيطر على منافذ اقتصاد سوريا ومؤسساته وصولا حتى جيشه، وأدى تحالفه مع إيران إلى جعل أرضه ساحة استهداف عسكري لإسرائيل أمام صمت دولي حتى من داعمه الروسي. وتركت سياسة القتل والتعذيب للمعتقلين التي انتهجها في سجونه ومعتقلاته الباب مفتوحا لعقوبات أمريكية وأوروبية، وجديدها قانون قيصر الأمريكي الذي استهدفه وداعميه الدوليين وبعض العرب من دول الخليج الذين مهدوا لدخول سوق إعادة الأعمار قبل البدء بخطوات الحل السياسي ووقف قصف السوريين. وبينما يغرق المواطن السوري في هموم حياته اليومية، تطل عليه صور المرشحين لمجلس الشعب وقوائم تحالف الجبهة الوطنية التقدمية التي تجمع حزب البعث الحاكم رغم سقوط المادة الثامنة من دستور 2012 مع عدة أحزاب سورية معظمها من دون أي قواعد شعبية، والتي ستجرى انتخاباتها في 19 من يونيو تموز الحالي، ما يعني أن الوضع السوري مستمر في استعصائه على الحل، والنظام يريد حفلة إلهاء شعبي جديدة بتغيير بعض الوجوه في المجلس. لا تختلف السياسات المتبعة على الجانبين، فالنظام مستمر في تجاهل مأساة السوريين الاقتصادية التي يعكسها اليوم عبر إعلامه المزدحم ببرامج رفاهية يشعر من يشاهدها أنه في عالم آخر ليس في سوريا التي يئن شعبها تحت وطأة الفقر،
حيث لا يزيد متوسط دخل معظم الموظفين السوريين عن 30 دولارا شهريا، ما يضطر أكثر من 80% منهم إلى الاستغناء عن حصص الغذاء الضرورية لعائلاتهم من لحوم وحليب وفاكهة وغير ذلك، لتصبح كأنها حلم المستقبل. وفي الصحف الغربية نبدأ بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث قالت في تقرير لها إن طهران وبكين توصلتا إلى اتفاق اقتصادي وأمني ضخم وشامل يهدد الولايات المتحدة الأمريكية، وبحال نفذت الاتفاقية ستحصل بكين على النفط الإيراني بشكل منتظم وبسعر مخفض لمدة 25 عاماً مقبلاً. الاتفاق يعني تدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية في مجال الطاقة وقطاعات أخرى إلى إيران. وذكرت الصحيفة أنه في حال تفعيل هذا الاتفاق، فإن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لوضع إيران في عزلة وحصارها اقتصادياً بسبب برنامجها النووي سيكون مهدداً بالفشل. وكشفت نيويورك تايمز عن حصولها على نص الاتفاقية المكون من 18 صفحة الذي سيؤدي إلى توسيع الوجود الصيني في قطاعات المصارف والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية في إيران. وفي المقابل ستحصل بكين على النفط الإيراني بشكل منتظم وسعر مخفض لمدة 25 عاماً مقبلة. ونوهت الصحيفة الأمريكية إلى أن الاتفاق يعزز من الشراكة العسكرية بين البلدين ويمهد لموطئ قدم صينية في الشرق الأوسط. يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال قبل أيام إن طهران صادقت الشهر الماضي على اتفاق الشراكة الذي اقترحه الرئيس الصيني شي جين بينغ أول مرة خلال زيارة لإيران عام 2016. قال كاتبان بريطانيان إن إنكار الإبادة الجماعية التي شهدتها البوسنة والهرسك وتحديدا منطقة سربرنيتشا قبل 25 عاما يفاقم من ألم الناجين. وأوضح الكاتبان بيتر أوبورن وجان بيتر ويستاد في تقرير نشره موقع ميدل إيست آي أن أكثر من 8000 رجل وغلام مسلم قتلوا على يد قوات صرب البوسنة في تموز يوليو عام 1995، مشيرين إلى أن الناجين يقولون أن التاريخ يكتب من جديد بينما يحتفل بجرائم الحرب. يقول الناجون من مذبحة الإبادة الجماعية في سربرينيتشا في البوسنة والهرسك قبل 25 عاماً إنهم يعيشون كابوساً ذا حدين بسبب تنامي الثقافة المحلية التي تنكر وقوع الإبادة الجماعية والتي يحتفى بالمجرمين الذين ارتكبوها، بينما تعاد كتابة التاريخ. تقول منيرا سوباسيتش التي تحدثت إلى ميدل إيست آي قبيل أحياء الذكرى السنوية يوم السبت لسقوط المدينة التي كانت في السابق ذات أغلبية مسلمة في أيدي قوة صرب البوسنة: لا تتصور الألم الذي يعاني منه المرء بسبب وجوده في سربرينيتشا، إلا أن الناجين يقولون إن أشباح الذين سعوا لقتلهم أو إخراجهم من ديارهم ما زالت تطاردهم، وكثير من هؤلاء ما زالوا يصادفونهم في شوارع البلدة، وقد أفلتوا حتى الآن من المساءلة والمحاسبة على جرائمهم. ويقولون إن بعضهم يحتلون الآن مواقع متنفذة داخل المجلس المحلي وداخل قوة الشرطة المحلية. وتضيف: يقتلنا تارة أخرى إنكار وقوع الإبادة الجماعية، فهو يمثل مرحلة أخرى من الإبادة الجماعية، لأن خطة الإبادة الجماعية لم تنتهي أبدا. سربرينيتشا إبادة جماعية حية، ومع ذلك تنكر كما تنكر جرائم القتل التي مورست على أحبتنا. في مقابلة مع ميدل إيست آي قال حكمت كاراشيش الأكاديمي والباحث في الإبادة الجماعية والمقيم في سراييفو
بدأ استراتيجية الإنكار ببطء من خلال تمويل منظمات غير حكومية صغيرة وبعض الأكاديميين الذين كلفوا بنزع الصدقية عن الحقيقة المقبولة دوليا بشأن الأحداث، والآن باتت تلك السياسة تمارسها الدولة. في ظل موجة الارتفاع الحراري العالمي التي نعيشها اليوم، قدم باحثون من مركز دراسات تغير المناخ في جامعة UNSW سيدني في أستراليا مقياسا جديدا لتقييم الحرارة التراكمية، يقدم تقييما دقيقا لمقدار الحرارة الزائدة التي يمكن أن تختزن في الموجات الحرارية الفردية والموسمية. وقد قام باحثون بإجراء أول تقييم عالمي لموجات الحر على المستوى الإقليمي ليتبين لهم أن وتيرة ومدة موجات الحر العالمية ازدادت بشكل ملحوظ في كافة أنحاء العالم، وذلك بدءا من خمسينيات القرن العشرين. ووجد الباحثون أن كثافة الموجة الحرارية هي المقياس الوحيد الذي لم يظهر تسارعا أو لم يظهر تسارعا يذكر، حيث تعبر الكثافة الحرارية عن متوسط درجة الحرارة في الموجات الحرارية. وبرر الفريق ذلك بأننا نشهد تزايدا في عدد أيام موجات الحر على المستوى العالمي. نتابع مع مشاهدينا بعض صور الكاريكاتور التي انتقيناها لكم من صحف اليوم. برنامج صدى الأقلام انتهى مشاهدينا الكرام، نتمنى لكم أوقات طيبة وإلى اللقاء.